تغير البولاريتي فينقطع نقل الالم والانقاص والاشاره اللي يشعرها المريض انه اكو الم، فيبدي يشعر بوجود ضغط، يقول لك اشعر بضغط، اشعر بايدك لكن انا ما اشعر بالم. من تريد تختبر قبل القلع صارت انستيزيا ولا لا وتسوي ريفلكشن للقلب يقول لك ما اشعر بالم، بمعنى انه الانستيزيا وصلت الى النيرف اند. لكن انا عندي مرضى يجيني عنده التهاب شديد، يجيني عنده سكر وممكن عنده كورونا، يجيني عنده غده درقيه سامه، الانستيزيا اذا بها ادرينالين عالي وراحت مباشره الى البلد بسر وصعد التركيز بالبلازما ممكن المريض يموت وهو قاعد يمك بالعياده، ممكن تنقله عن طريق الطوارئ الى المستشفى. حتى اهتم بهذا الامر وعلميا بالمصادر يقولون الطبيب عاده طبيب الاسنان ما يهتم بهذا الموضوع، مع العلم هو يدرك اهميته بالعياده. لذلك اللي يصير هو ما يلي، انه اني حتى انطي الانستيزيا واني مرتاح، اذا اني مشغول عندي مرضى اريد اكون مسرع بعملي حتى لا اتعرض الى ازمه انه اني انطيت الانستيزيا واندفعت هذه الماده الى البلاد فيسل، اسوي ما يسمى بالسرنج المستعمله واللي هي اسبيريتنج سرنج. شنو الاسبيريتنج؟ الثمبرنج راح يدفع بوزيتيف بريشر على الكاربول تندفع الانستيزيا. من تسحب ايدك هذا يصير بي نيجاتيف بريشر يرجع بدون ان انت تضغط. يعني من تنطي للمريض الانستيزيا تشوف نفسك وانت تدفع من تريح الاصبع بعد توقف البوزيتيف السرنج يرجع دم، بمعنى انت النيدل صايره داخل وعاء دموي، فايش راح تسوي؟ راح تسحب وتغير المكان حتى تطلع من هذا الوعاء الدموي وتروح. هذه هي فكره الاسبيريشن نون اسبيريشن اللي انت بشكل او باخر يجب ان تدخلها في عقلك وانت دا تشتغل للمريض، فبدون ان تشعر انت تستخدم الاسبيريتنج سرنج وبدون ان تشعر انت تسوي البوزيتيف بريشر وتنتظر النيجاتيف، فاذا رجعت بعض قطرات الدم بمعنى انت داخل البلاد فيسل. هذا الجزء اللي هو مسؤول عن هذا الموضوع اسميه بيسبان، واللي في داخله هو مثل المخلب اسميه كاربون. فعندي الثمبرنج وعندي الفينجر وعندي البارل، بالبارل اكو بيستون واكو هاربون، بعدين اوصل الى النيدل ادابتر المكان اللي راح تستقر به النيدل، واخيرا اجي اتحرك على هذا كله اسميها ميتاليك نون ديسبوزبل اسبيريتنج اور نون اسبيريتنج سرنج. اذا بيها الجلو فهو اسبيريتنج، واذا ما بيها هذا البيستون والهاربون معناها هي نون اسبيريتنج. وراح نرجع نكرر من جديد. جرائم انك تشتغلي في عياده الاسنان وما انت مخيله كل السياد ديسبوزبل،
يعني حتى التوربين والهاند بيس هي ديسبوزبل تجي جاهزه سعرها 50,000 ينباع خاص لهذا المريض. ينفتح للمريض اخر واحد بالعياده ورا ما نتكلم بالمخر، تشتغلين ديسبوزبل هاند بيس وتوربين، وبعدين ترفعين البلاستيك سرنج والنيدل والتوربين والهاند بيس وكل المحتويات اللي اشتغلتي بيها، وتتخلى في صندوق خاص وتتعقم كل العياده من جديد. فالبلاستيك موجود، اذا ما يستخدموه يستخدمون عادي، هذا خلل في التطبيق، اما هو كعلمنا هو موجود ويستخدم في حالات خاصه. اما اذا تريدين تقعدين مثلا في زمن كورونا كان الاولى انه هذا البلاستيك سرنج هو اللي موجود. كل مريض له سرنجه واحده مهما كانت التكاليف هو كله محسوب. هذا الجت هنا ما عندي نيدل لانه النيدل يسبب الفوبيا الاولى للمريض، يعني انت مهما كان المهم نعطيه انستيزيا بدون شكه الابره، مين يشوف الابره هو يرفض العلاج تماما. فهذا من الريسنت ادفانس ميثود اوف لوكال انستيزيا، السرنجه نفسها موجوده تدفع السائل مال الانستيزيا بقوه، فمن يندفع بقوه راح يخترق الميوكس ممبرين بدون انه يحتاج الى نيدل لايصاله، فيكون الالم اقل عند المريض. الجت انجكتر ايضا نفس الطريقه، هو انه تسوي اجكشن لوكال انستيزيا. هذه من الادفانس ميثود مدموجه مع الطرق الرئيسيه القياسيه في اعطاء الانستيزيا. اكو عندي ما يسمى بالبريودنتال ليجمنت سرنج، معناها اني ما راح انطي الانستيزيا للبلط بالطريقه العاديه، انا اريد اشتغل بريودنتال ليجمنت سيرجري، او اريد اشتغل بريودنتال سيرجري، او اريد انطي الانستيزيا للبريودنتال ليجمنت لان عندي فد شيء ماينر ورا سيرجري نير ذا روت، او اريد اسوي ما يسمى بالروت بلينينج راح تاخذوها بالبريو اللي هي عمليه جراحيه بسيطه لتنظيف الروت واعاده الاتاتشمنت مال القمع عليها حتى ترجع اللثه تصير صحيه، اللي يقول عنده التهاب لثه مزمن ويحتاج انه ننظف له، يسموها عمليه الروت بلينينج اللي هي تاخذ مجموعه مراجعات من المريض. هذا هو البريودنتال ليجمنت سرنج. اكو عندي سرنج اخر اللي هو الكمبيوتر كنترول سرنج، بهالحاله اني السرنجه بايدي بها الانستيزيا ومربوطة على الكمبيوتر، الكمبيوتر يحدد لي الفلو، الفلو ريت مالتي، وابدي عن طريق الفوت سويتش ادفع، فما عندي عملية النيدل والسرنج، راح تندفع ايضا بطريقة بسيطة، والحسنات مالتها انه عن طريق الحاسبة راح يبقى الفلو ريت نفسه، انا من ادفعها بالايد اكيد تندفع شوية سريع شوية بطيء، شوفوا هذه الأشياء هي علمية بحتة، لكن بالواقع أنت تجيب الميتاليك اسبريتنج سرنج وتعطي الأنستيزيا بإيدك والمريض يتقبل، والمريض العراقي يعني هو بزعان من الحياه، فمن يقعد يمك مو بهالرقه اللي ما يتحمل شكه الابره، لكن انت طالب انت اكاديمي عليك ان تفهم الحاله المثاليه، وبعدين بالعياده تنتقل الى الحاله التطبيقيه الواقعيه. كير ان هاندلنج، هذه راح اتركها لكم بالمحاضره حتى نعوض الوقت اللي راح من عندنا. بمعنى الدنتال سرنج بعد كل 5 تعقيمات المفروض تتغير بدنتال سرنج اخرى، وهذه اذا نتكلم عن الميتاليك، نتحدث عن البلاستيك هذه 1 فور ايتش بيشن. اكو فد نقطة كلش مهمة بالاورال سيرجري، يقول لك وات ايفر ذا تايم وات ايفر ذا بليس، مهما كان الزمان والمكان نيفر يوز سرنج اور نيدل فروم 1 بيشنت تو انذر، نيفر. اما هذا اللي يخلي لي نيدل وحده ويجي لي بدايه النهار ويكمل لي 25 مريض لو يبدل النيدل لو ما يبدلها، هذا هي الجريمه الفدراليه الحقيقيه. البروبلمز الاسوشيتد مثل ما اتفقنا قد يكون اكو ليكج، بمعنى من تنطي الانستيزيا تشعر السائل يطلع ما يندفع مباشره، هذا خطا منا في الادابتيشن، او بروكن كارتريج او بنت هارمون، هذا ايضا حكينا عنها. ديس انجيجمنت ايضا ما يصير فما يؤدي عمل الاسبريشن اللي اتفقنا عليه او السيرفس ديبوزيت. من نتكلم عن النيدل عندي عده انواع من النيدل، هذه تختلف بالجيت وتختلف باللف. الموست كومن يوز وان هي 27 جي، يعني من تلزم النيدل بالامتحان اقول لك شنو اللي عندك بالنيدل. نفس النيدل مكتوب عليها معلومات، الكاركوله مكتوب عليها معلومات. انت قاري او ما قاري بالامتحان العملي النهائي الى حد صف خامس نحكي بالسيرجري اللي تلزمه بايدك من حقك كطالب تقراه وتجاوب، لان انت بالعياده ما راح تكون مضطر تسوي خلل ويا المريض ولا انت ما لزمت الادوات وقريتها. فمن تلزم النيدل وتقراها تقرا عليها تعليمات من ضمنها اللينث، شلون تعرف اللينث؟ راح تجد
مجاور الى الرقم مليمتر، مليمتر هي قياس الطول. ومن راح تلقى جي كابيتال معناه هذا اللي يتكلم عن الجيج. شنو الجيج؟ الجيج هو الدايمتر الداخلي للومن، للومن بمعنى ايش قد راح يندفع من هذا النيدل سائل. فاذا عندي طفل راح اختار الجيج الاكبر لو الاصغر؟ الاصغر كقطر والاكبر كرقم، لانه كلما زاد الرقم كلما قل عندي القطر. بالنسبه للطول راح تجد المقطع العرضي في طول النيدل. عادة في طب الأسنان نستخدم 32 إلى 35 ملم طول. من يكونون أطفال نستخدم الأصغر من عندهم، وهذا يتميز من خلال الكلر، من يكون أصفر إلى لون معين ومن يكون أزرق إلى طول آخر. من أتحدث عن المجزلة، أنا أتحدث عن vital structure، مجزلة لساينس، نيزل كافيتي، أوربيتال كافيتي، فأتحدث عن نيدل بطول معين. من أتحدث عن المندبل أحتاج إلى نيدل من نوع آخر. على العموم الموستلي يوز هو 34 ملم 27 الجيج، هذا هو الموست كومن ان دنتستري. هذه مجرد تقولها، هو هذا اللي تكلمنا عنه. هذه انواع النيدل، ولاحظ الالوان، هذا يسمونه كلر كودد. بالكاربولا نلقاه كلر كودد، نحن نعرف من عنده نوع الماده هي ليدوكاين، بريلوكاين، ماده اخرى وذ ادرينالين وذات ادرينالين. ومن نتحدث عن الكلر بالنيدل ايضا ناخذ من عندها كود، نعرف الازرق هو اللي يكون قصير للاطفال، الاطول هو للكبار، الاصفر معناها طول مالته 21 والجيج مالته 27، والاحمر الجيج مالته 25 والطول 21. الموست كومن يوز هو 27 اللي هو الاصفر، واثنين فور ادلت اند تشيلدرن. هذه هي النيدل، من نفتحها قبل ما تفتح هذه الفتحة أكو عليها شريط لاصق تكتب عليها كل المعلومات اللي تكلمنا عنها. وهذه هي النيدل، وهذه هي أجزاء النيدل. هذا هو السرنج أدابتر اللي يقعد على الأدابتر بالسرنج، وهذا هو الهب. من الهب إلى البافل إند أنا أقيس الطول، من أقول طول مو أقيسها من الأدابتر إلى النهاية، أقيسها من الهب إلى النهاية. واي؟ لأنه من تلقي الأنستيزيا أنت تريد تعرف من الهب إلى البافل إند إيش قد الطول. إلى حد هنا وضعت مليمترات يجب ان تكون خارج التشو تحسبا لاي كومبليكيشن قد يصاحب المريض. تحرك المريض فجاه، السرنج مالتك والنيدل ما مخزونه جيدا، فانكسرت النيدل، دفعتها بطريقه خاطئه وصار بها بنت، لازم عندك هنا 2 3 مليم اللي توقف المريض وتنقذ منه عدم الحركه، وتتحرك بسرعه تحاول تسوي كونتراكشن وتسحب النيدل حتى لا تنقل المريض الى عمليه وجنرال انستيزيا بسبب هذا الخلل. وهذا هو البافل اند. شنو فائدة البافل اند؟ دائما البافل اند هي اللي تواجه التشو، مو تديرها عليك. ليش؟ من تكون بافل معناها الطرف المدبب باتجاه التشو، فيسهل ايصال الانستيزيا، تسهل عملية الانسيرشن without pain، without pain. البروبلمز المصاحبة هي اكيد البين، البريكج تكلمنا ايضا عنها، اثناء ما تسحبها انجري للبيشنت او الدنتست، لان مرات ويا ما تسحب النيدل تريد تسوي لها ريكابين ترجعها بالغلاف، تضرب نفسك بهالحاله. شنو اقوى هذا المريض انتقل لك من خلال هذا البريك. فلذلك دائما موضوع الجلوفز والماسك والتحسب من اي مريض تخليها هذه ترشيه باذنك، من يقولون بالعاميه العراقيه ترشيه باذنك، بمعنى لا تضحي بهذا الموضوع، تتعامل مع اي مريض على انه هو مريض مليان بكل انواع البكتيريا والفيروسات اللي بالدنيا، حتى تاخذ نفسك، لان هم مو بس انت، انت وعائلتك واطفالك من ترجع المحيطين بيك، نقل هذا الى المريض الاخر من خلالك، هذا كله تحسب ومسؤوليه امام الله سبحانه وتعالى. Now learning injection، دائما المريض من تساله شعرت بالم يقول لك مو الم، حرقه. الحرقه تيجي من نوع الانستيزيا المستخدمه، بيها بي اتش عالي، بيها بي اتش قليل، نوع الريدكشن المستخدم بيها، نوع الليدوكاين، بيها ادرينالين لو ما بيها ادرينالين، فلذلك نسميه burning sensation of needle، burning sensation of needle. Now cartilage or carpool، cartilage or carpool. Again الاحظ الكاربول مالتي، اول شيء عندي الكود مثلا يصير احمر اعرف انه هذه بدون ان اقراها هذه ليدوكاين. اذا كانت اسود معناها هذا بريلوكاين، اذا كانت اخضر هذا فيلبريسين. فانت ممكن تكون حافظ وممكن تحتاج انه من خلال الكود تباوعها. اذا لزمتها راح تلقى بيها تركيز الماده واسم الماده العلميه، تركيز الفازو كونستركتر ايجنت بيها.
الان السؤال لحضراتكم، من عندي فازو كونستركتر ابينفرين اللي هو الادرينالين تركيزه 1 الى 200 الف، وعندي كاربولا ثانيه تركيز الفازو كونستركتر 1 الى 80 الف، وعندك بيشنت وذ ثايروتوكسيكوسيس، وعندك بيشنت وذ هايبرتنسيف. ابو الهايبرتنسيف ايش قد راح تنطي تركيز؟ ابو الواحد الى 80 لو ابو الواحد الى 100؟ كم واحد يأيد 1 الى 80؟ ابو الثايروتوكسيكوسيس انطي 1 الى 80 لو 1 الى 100، كم واحد يأيد ثايروتوكسيكوسيس 1 الى 80؟ زين هسه انتم 2 3 انطوا 80 للضغط وما انطوا ابو الثايروتوكسيس، وانتم ما انطيتوا الثايروتوكسيس، هذا شلون يعني ايش راح تنطوا هسه للحاله؟ كلما زاد الرقم 1 على كلما قل تركيز الماده. في امراض مزمنه كثيره افاضل اذا انا عندي كميه محدوده انه من الاخطر؟ الاخطر ابو الغده الدرقيه السامه. تركيز الواحد الى 80 الف قد يكون قاتل بالنسبه له، خاصه اذا استخدمت نان اسبيريتنج فنتال سرنج وجبت الادرينالين كله ودفعت راسا الى الدم وتركيزه عالي 1 الى 80 الف. فش افضل؟ افضل انطي 1 الى 100 1 الى 200. ابو الهايبرتنشن اكو نظريه بالطب اسمها اني عندي ضغط. الضغط يرتفع به الادرينالين. اذا قعدت في العياده وتعرضت الى الم راح يرتفع عندي الادرينالين اضعاف ما يولده جسمي اثناء الحاله الاعتياديه واني مستشفي وما عندي الم. هل انا مع ان اعطي مريض الضغط وذ بازا كونستركتر اللي يعطيني بين ريليف اكثر لو اني ويا ان اتركه بدون ويا بلين انستيزيا ويا بلين انستيزيا من اشتغل بشكل او باخر يصير عنده الم والالم يولد لي اضعاف كميه قبل الطالب يمتحن تنطي ابو التنشن ابو الهايبرتنسيف تنطيه والادرينالين؟ السؤال الجواب هو لا. ما الان قلت يجب ان تنطيه. ليش؟ لان انت من تنطي والادرينالين تخلق اولا بلادلس فيلد، يعني من تشتغل مو تشتغل وهو نزف مستمر تتباوع قدامك لان ما عندك بلاد. ليش؟ لان عندك فازل كونتراكشن. رقم اثنين هذا ما راح يصير عنده الم، فبما انه هو مسترخي ما عنده الم فسجين ما راح تفرز عنده كميات ادرينالين. هاي الكميه البسيطه اللي انطيتها هي لا تعني شيئا بالجسم اللي هو هايبرتنسيف من سنوات، لكن تعني الكثير في مجال جراحه، في مجال اختصاصك في جراحه الفم، لان انت اشتغلت للمريض وسببت له الم وعنده نزف والبلين انستيزيا تروح بسرعه، تصير الميتافورزم مالها سريع وايد. لان الفازو كونستركشن من يلقط الدم ويبقي يحتاج فتره حتى يسوي ميتافورزم للماده. بينما من مفتوح البلاد بس المسترخي وما عندي فازو كونستركشن بسهوله يصير الميتابوليزم فيصير وقت العمل قصير بالنسبه له. فمن عندك طفل سن لبني ماكو داعي تنطيه الادرينالين. البسيط اللي عندك مرات بالتوبيكال تقدر تشتغل، لكن عندك بيشنت وعنده انفاكشن وبوني كفر تحتاج ساعه الى ساعه ونص عمليه انت تنطي افضل انستيزيا من اعلى حد ممكن من فازو كونستركشن. تمام؟ دائما عندي 1.8 مل وعندي 1.2 مل وعندي 2 مل وعندي 2.2 مل حسب المدرسة أمريكي دون إنجليزي. الأمريكي عادة هو 1.8 بينما الإنجليزي عادة 2.2. شنو فائدة هذا الحجم؟ هذا يجي دائما أو دائما نركز عليه. أول شيء خليني أتحدث عن الكونتكس مثل ما اتفقنا. أول شيء عندي لوكال أنستيك أجنت موستلي كومن يوز هو اللي دوكا فازو كونستركتر موست يوز هو الابينفرين والنوع الثاني هو النور ابينفرين فهو ادرينالين نور ادرينالين بريزرفاتيف فور فازو كونستركتر ريديوسينج ايجنت بمعنى من تخليه بدون ريديوسينج ايجنت يصير به اكسده حتى تمنع الاكسده تضيف ريديوسينج ايجنت فقط للفازو كونستركشن اكو عندك واحد ثاني اسمه جنرال بريزرفاتيف رقم 6 معناها انا عندي بريزرفاتيف لللوكال انستيزيا للفازو كونستركشن اللي هو الابينفرين او نور ابينفرين وعندي فازو كونستركشن وعندي جنرال بريزرفاتيف للماده ككل بالكربون. هذا شو استفاد منها؟ انه في فتره الخزن الصحيح بشروط الخزن الصحيح من اخليها اماني هي تكون كريستال كلير السائل شفاف واضح لا بفقاعات ولا بتربيديتي ولا فاقد لهذه الشفافيه. الرينجر سوليوشن هو تعرفون الرينجر سوليوشن؟ رينجر سوليوشن هو محلول لمجموعه من الاملاح صوديوم كلورايد صوديوم
بوتاسيوم كلورايد، صوديوم بايكربونات، هذه المجموعة حتى تحفظ تركيزها كما موجود بالجسم، فأسميه رينجر سوليوشن. الكارتج أيضا مثل ما اتفقنا، ليش أستفيد من معرفة الحجم النهائي؟ من أقول تركيز المادة 2%، بمعنى بها 20 ملي جرام بالمليلتر. هذه شنو الفائدة؟ ركز وياي، رفع لي أدرياني، ركز وياي. واحد يسألك كم كاربولة تقدر تنقل المريض؟ هي مو حصورة، أنت عندك حسابات رياضية وعندك كتلة جسم وعندك مريض وعنده أمراض منوعة أنت ما تعرفها. مريض مو من النوع اللي يحكي الحقيقة دائما. لازم تاخذ من عنده سحب تسحب وتستنبط المعلومة، وقعدت تشتغل عملية. أنت على الأقل تعرف ايش قد أقدر أمضي أنستيزيا. من عنده 2%، هاي منين أعرفها؟ مكتوبة عندي على الكاربولة. أنا ما قاري ما حافظ، مكتوبة عندي على الكاربولة 2%. 2% يعني عنده 20 ملي جرام بالمل، تمام؟ أنا عندي معروف جدول عالمي، مثلاً أنا أقدر أمضي 50 من هذه المادة لهذا الشخص، أنا ما زلت بالحد غير السمية، ما بي توكسيسيتي. إذا تجاوزته راح يصير عندي توكسيسيتي. شلون يصير عندي توكسيسيتي؟ المريض لو يتحول إلى أنفلكتيك شوك، اللي هو تفاعل حساسية عاجل خلال 3 دقائق تتضيق القصبة الهوائية، ويصير عنده فلاشينج، ويصير عنده نسميه ارتكاريا اللي هي الطفح الجلدي، ويفقد قابليته على التنفس، يفقد الاكسجين، يموت الدماغ، يموت المريض خلال دقائق معدوده. بعدك انت لا فكرت تخابر اسعاف ولا قدرت تسوي له اسعافات اوليه داخل العياده، وهذا من ضمن الامرجنسي اللي راح نتكلم عنه. انا حتى لا اوصل المريض الى السميه لازم اعرف كم كاربولا امضي. المريض مرات يخاف حتى اذا ما عنده الم، مجرد يشعر بايده، هو بنج موضع لازم يشعر بايده، هو مو بنج عام نايم وفاقد الوعي. يقول لك عندي الم، تجي انت تجيب الكاربولا الثانيه، انطيته الكاربولا الثانيه. مرتاح؟ شو يقول لك هو؟ يقول لك خلي ازيد حتى اني فعلا ما يصير عندي الم، الخوف يخليه يجي يسوي، لكن انت كطبيب تعرف انه انت تجاوزت الحد المقرر، انت انطيته 3، انطيته 4، انطيته 5، السادسه قد توجي بحياته، وبحياتك انت كطبيب ايضا. تمام؟ الآن أرجع، عندي 2%، معناها عندي 20 مول. ال 20 مول من أضربها في 1.8، ايش قد يطلع؟ يطلع 36 ملي جرام، بمعنى كل كاربولة بها 36 ملي جرام. إذا أنا أقدر أنطي 360 ملي جرام، يعني كم كاربولة؟ يعني 10 كاربولات. حسب كتلة الجسم والجدول اللي عندي لكل كيلوغرام هالقد أنطي، فإذا وزنه 100 أنطي 8 كاربولات. إذا وزنه 70 راح أنطيه 5 كاربولات، ما أقدر أتجاوز هذا الرقم، من هذا تجي أهمية أن تعرف هو 2% لو 4%، وأهمية الجدول، وأهمية الحجم 1.8 لو 2.2، تمام؟ يعني من يجيك السؤال التقويمي، أنت تريد تحل وتنقل الإجابة على البابل شيت، وأرجوك أن توازن بين وقتك بالأسئلة ووقتك على البابل شيت. امشي لأن عندك 100 سؤال. اللي ما تعرف تركه، لا تلون وانت ما تعرف، ولا تخلي الاجابه بورقه وبعدين تنقل، لان هذا كله راح ياكل من عندك وقت ودرجه. اشتغل بالطريقه الذكيه، شلون اجمع اعلى درجه، اجعل الاسئله امر عليها كلها، كل شيء اعرفه مباشره انقل اجابته، اللي ما اعرفه راح ارجع له مره ثانيه. فاذا عندي سؤال به حسابات، حساباتك هي هذه، التركيز ينظر في حجم الكاربوله اللي راح يعطيك اياه بالسؤال، تطلع لي تركيز الماده في كل كاربوله. تمام؟ هذا اول شكل الكاربول او الانستيزيا، وهذه هي الاحجام المختلفه، 1.7، 1.8، 2.2، اعلى شيء هو 2.2. هذه هي الالمنيوم كاب، وهذا هو النك اللي ممكن ينكسر، وهذا هي الربر بلانجر اللي هي تندفع من خلال البستون، وهذا هو البارل اللي هو نفس البارل الموجود في الميتاليك الترسلج. هذه هي الكاربولة، واللي ممكن أن يصير بها أنه تندفع مثلاً الربر كاب تندفع إلى الخارج، ممكن يصير بها تربيتي، ممكن يصير بها كراك، ممكن يصير بها فراكتشر. هذه كلها من البروبلمز اللي مصاحبة إلى الكارتلج أو الكاربولة. قد تجيني تعبئة شريط بالعشرة، وقد تجيني بشكل علبة بين 50 كاربولة، ودائماً يكتب لك التركيز بالخط العريض. البروبلمز هاي حكيناها، بريكج أور كراك، ترانسبورتيشن اثناء الخزن او النقل، ممكن اثناء الحقن تنطي من ابسط
ابسط شيء، ابسط مبدا تتعلمه من تقعد بعيادتك تشتغل للمريض عليك ان تكون مسترخي. المريض يجب ان يمس انه انت واثق من نفسك ومسترخي، حتى اذا بينك وبين نفسك عندك نقص بالمعلومه او عندك خوف من الموقف او عندك تحسب لهذا المريض او تحسب لنوع العمليه راح تشتغلها، ارجوك يجب ان تكون مسترخي وواثق حتى المريض يستمد من عندك هاي الثقه. يعني اكو كافيهات بالكليه تقدرون تقعدون تسولفون فيها. واضح لك راك؟ بابلز هذه مهمة، من نشوف بابلز بي معناها اكو خلل بالاستورج، اكو تحلل بالمادة، اكو خلل في تعرضها للشمس، باقي يم الكحول فترة طويلة فالكحول مأثر عليه وعلى التفاعل مادة، يعني مرات المسحة بالكحول تخليه بمنطقة بها كحول فالكحول راح يتعامل مع المادة الموجودة، هذه كلها تؤدي إلى abnormal or complication or problems in using of anesthesia. شوفوا هذه على بساطتها النقاط اللي نحكيها، لكن هي كلش ترسم صورتك امام المريض، ومن يطلع من عندك مقتنع بيك يجيك مره ثانيه لو انت اخر طبيب بالكره الارضيه بعد ما يجيك. هذه المفروض موجوده محمد كلها بالمحاضره. انا راح ارسل لك المحاضره اللي عندي حتى صيعتكم المحاضره. تمام؟ ترى هذه كلها تجي، هذه تجي أسئلة. The most common used, the most common problem. If you have air bubble, if you have turbidity, ويعطيك نقاط. أنت من تكون قاري ومفتهم المادة، حتى إذا ما ببالك المعلومة بالضبط، لكن راح تقدر تستنبطها من خلال الاختيارات الموجودة. كوروجن تشوف عليها الألمنيوم كاب بالنهاية، تشوف عليها أملاح نتيجة وجودها يم كحول أو أنه أنت أصلاً ما صحها بالكحول. ليكج أوف سوليوشن مرات تدفع الأنستيزيا فتطلع إلى الخارج، أنت ما مسوي سنتريشن للنيدل على الدايفرام أو ذا كاربول، ممكن يصير كراك أو كارتريج بريكج. هذا هو الأملاح اللي موجودة أو الكوروجن الموجود، هذا كله معناها عندي خلل بالخزن، عندي خلل بالتعقيم، لا يمكن استعمالها بالشكل الطبيعي إلى المادة. Under no circumstances should any needle or cartridge used on more than one patient. ويعطيك اختيارات because of، يعطيك اختيارات. شو تخلي أفضل الاختيارات برأيك؟ Contamination. أو to prevent infection. To prevent contamination. To avoid contamination. Now, technique used for administration, deposition of local anesthesia. عندي التوبيكال معروفه اللي تكلمنا عنها، جل او سبراي اخليها على الميوكوس ميمبرين سواء ابر او لور، راح تنطيني انستيزيا للنيرف اندي، وهذه الانستيزيا البسيطه للنيرف اندي تنتهي بانه انا وراها اقدر انطي البروسيجر الكامل. اكو عندي انفلتريشن انستيزيا اللي هي ذا موست كومن يوز ان المجزله دائما. واي؟ لان المجزله العظم عندك بيه ثن وبورس، ثين وبورس، سبونجي وبورس، بينما المندبل كومباكت وصلد، صلد مو صلب، صلد. بمعنى من تريد تخلي الانستيزيا هذه الصلابه العظميه ما تقدر تمتصها، فما تستفيد من الانفلتريشن، لكن كل المجزلة والانتيريور بارت اوف ذا مندبل اشتغل على الانفلتريشن. هاي التوبيكال حكينا عنها، تاخذ واحد منت وتشتغل، يعني من تنطيها تحسب على الساعه مو دقيقه، دقيقه ونص. حتى 100% انت واثق من تيجي تخلي النيدل ما يشعر بهاي القرصه او هذه الشكه او هذه الحرقه اللي تكلمنا عنها. اخذ القطن اخليه على راس التوزر او اجيب التوث بيك القطن بيك اخلي عليها الجل واسوي ريفلكشن للميوكوس ميمبرين نير ذا اريا اوف انجكشن، اخليه انتظر دقيقه دقيقه ونص وابدي انطي الانستيزيا. هذه شو كنت استخدمها؟ اذا ما بدي استخدمها للانستيزيا، استخدمها للطفل اللي تكلمنا قبل شويه، واستخدمها في حاله اخرى، مرات عندي خراج. الخراج عاده من اريد انطي بيه انستيزيا، اولا المريض ما ياخذ. لان هذا يدور محلول قاعدي ووسط هنا بالخراج حامضي، قاعدي مع حامضي ما راح يشتغل، يصير تفاعل بيناتهم. فانت بينما تنطي الابره ويتالم من الابره، وقد تدفع انت الانفكشن الى مناطق عميقه ويا مال الابره تفوت، هذا كله تستغني عنه، تخلي
topical anesthesia ومحضر لليد وتسوي الانسجن مالتك مباشرة for drainage of abscess. هذا هو المبدأ مال العمل، انه ينتشر على النيرف اندنج بالميوكوزا superficially تقريبا 2 ملي، تنزل تعمق به هذه الانستيزيا وبعدين ننتظر فترة طويلة للتخلص من البين او during incision drainage or suture. ومن مرات من يردون يبصون الخياط المقص شوية يجرح لثة، فايضا اخلي توبيكال انستيزيا حتى المريض يكون مرتاح. هذه الاستخدامات الثلاثة للتوبيكال انستيزيا. Now infiltration anesthesia، خلينا نتحدث عن الانفلتريشن بتركيز لانه هذا هو خلينا نقول سبب نجاحه. In this method, anesthetic solution deposit near the terminal fiber of nerve or any nerve. شنو يعني terminal fiber؟ يعني النهايات العصبية، بمعنى الشجرة العصبية اللي انت بالتشريح اخذتها وصلت الى هذا السن. انت الان من راح تنقل infiltration ما لك علاقة بالترانك. انت لك علاقة بالنيرف اندنج، بالترمينال نيرف فايبر في هذه المنطقة. فلذلك اسميه infiltration. كل منطقة أنطي بها infiltration راح تاخذ في الدائرة بسيطة anesthesia. إذا عندي multiple extraction أحتاج multiple infiltration، معناها multiple insertion of needle، multiple carpool، multiple injection. تمام؟ disadvantage، advantage نبدي بها easy، very high success، good control of bleeding. why؟ هو كله بيبسط. لكن انت من تنطي نقاط بسيطه في دائره معينه بس على هذا التركيز صاير البلاد بس كل شيء يصير فيه فاز كونستركشن عالي، فلذلك تشتغل ببلادلس فيلد اللي هو انسب فرصه للعمل. الديس ادفانتج اتس اكشن ليميتد تو سمول اريا، مثل ما تكلمنا اذا عندي عمليه او انسيسيف او مالتيبل معناها انا راح احتاج الى مالتيبل انسيرشن، وهذا المالتيبل انسيرشن مالتيبل انجكشن هو بحد ذاته اعتبره ديس ادفانتج فور ذا بيشنت. ناو ريجنال لوك انستيزيا، it is the technique of anesthetic solution deposit near the main nerve trunk, usually distance from site of surgical procedure, and this will lead to blockage of impulse producing anesthesia of the area. يعني أنا هذا هسه الواير الأسود هو نيرف، من أغلقه من الرئيسي أنا انطيت بلوك، كل الباسج بهذا المكان هو راح يتعرض إلى أنستيزيا. إذا أريد أنطي infiltration أجي على النيرف اندنج على نهاية الواير وأنطي أنستيزيا، الدائرة اللي حوالين هذا النيرف فايبر اندنج راح يصير بيها أنستيزيا. هذا كان infiltration، هذا كان blocking. Now anesthesia for upper molar teeth. طبعا كلنا نعرف الشجرة العصبية لو ما حافظيها. عندك عصب رئيسي هو الترايجيمينال نيرف. الترايجيمينال نيرف يدخل من الترايجيمينال فورامين بشكل باندل ثلاثة رئيسية اوفثالميك ماكسيلاري اند مانديبولار. ذا موست لارجر وان مانديبولار، السنسري وان الاوفثالميك، والماكسيلاري بي سنسري وبي موتور. المانديبول موستلي موتور ايضا بي سنسري. الان هذا الترايجيمينال راح يدخل الى منطقة الوجه بالضبط بهذه الطريقه، وراح ابدي اشتغل على كل واحد من دول ايش ينطي. من يجي للاوفثالميك ينطي ما ينطي، وبعدين ينطي الانفرا اوربيتال نير، وهذا يطلع من عنده ما يسمى بالسوبيريور الفيولر. السوبيريور الفيولر راح يتقسم الى عده اقسام، بوستيريور ميدل انتيريور. البوستيريور ينطي البوستيريور باستثناء الميجيوبوكال اوف ذا سكس وياي. بعدين اجي للميدل انطي للميجيوبوكال والبري مولر 1 بري مولر 2. بعدين اجي الى الانتيريور انطي الكناين. هذا واضح للجميع. الان راح اجي انطي الانفلتريشن الى الماكسيلاري تيث. نمبر 1 راح تحضر التوبيكال انستيزيا مالتك، سويت ريفلكشن، عندك تو هاندز، وحده فور اكت وحده فور سبورت اند ريفلكشن. ريفلكشن بمعنى تسوي ازاحه للجيب وتسوي لي كونتراكشن بالميوكو فولد. الفولد هذه من صار بيها كونتراكشن صار الشد مالها قوي، فمن تنطي الانستيزيا الابره كانه بدها تخترقها بقوه، شويه تنزل ايدك تخفف بحيث تنطي نوع من الفلكسبيليتي للتشو. البيشنت يشعر ببعض الريفلكشن، لا يشعر بهذا الشد على الخد كله، ولا يشعر انه
الابره اخترقت النسيج وصلت العين، يقول لك وصلت الدماغ الابره وعيونه الدمه، هذه تجربه سيئه بالنسبه له ما راح يقدر ينساها. تمام؟ انطي شويه ريفلكشن، منطي انا التوبيكال انستيزيا، انتظر الدقيقه الى دقيقه ونص، الابره مالتي حاضره، البظل باتجاه التشو، والابره لازمها بهذه الطريقه وخافيها.